فضليات الإخوة الأفاضل، الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء، مساء الخير ورمضان مبارك سعيد لكم جميعا. شكرا لكم على تلبيتي هذه الدعوة في هذا الإطار الذي نريده فضاء كما يدل على ذلك الاسم، فضاء للحوار، فضاء للنقاش، فضاء مفتوح في إطار حزب تقدم الاشتراكية من أجل بلورة القوة الاقتراحية التي تميز دائما بها حزب تقدم الاشتراكية على مستويات مختلفة. وبعد أن خضنا هذه التجربة بشكل ناجح بمدينة الدار البيضاء ونواصل هذه التجربة بهذه المدينة، نعمل اليوم، رفيق محمد قرير ربما سيعطي بعض التوضيحات على هذا المستوى، على مواصلة هذه التجربة بالرباط وربما بمدن أخرى، على أن تكون هذه الفضاءات إطار يمكن الحزب من أن يستفيد من القدرات الفكرية، القدرات الاقتراحية التي يتوفر عليها عدد من الأطر التابعة للحزب، لكن كذلك عدد من المتعاطفين، ولما لا عدد من الكفاءات والمهارات التي توجد في مجتمعنا والتي تريد أن تساهم بشكل أو بآخر في مجالات مختلفة من خلال الإدلاء بآرائها، بملاحظتها، بتصورتها. أردنا أن نفتتح هذا الفضاء وهذا الشهر المبارك في إطار السنة التي عمل على بلورتها دائما حزب تقدم الاشتراكية في شهر رمضان. تعلمون عدد من القدماء يحضرون معنا اليوم هذا اللقاء، تعلمون أن حزب تقدم الاشتراكية منذ عقود عمل على تنظيم لقاءات فكرية سياسية ثقافية أثناء شهر رمضان بفروع مختلفة، واليوم نفتتح هذه السلسلة التي أعتقد أنها لحد الآن تصل إلى ما يفوق 20 ندوة ولقاء على امتداد التراب الوطني. نفتتح ذلك بتخصيص أول لقاء للقضايا الاقتصادية والاجتماعية. اعتبرنا أنه في إطار التجربة التي نخوضها، في إطار التطورات التي يعرفها المغرب بعدما عشناه من حراك سياسي اجتماعي قوي، بعدما عشناه كذلك من إصلاحات أساسا دستورية بعد الانتخابات الأخيرة التي أفرزت أغلبية جديدة متميزة متفردة، وبعد القرار الصعب الذي أخذناه وهو قرار المشاركة في هذه الحكومة إلى جانب حزب العدالة والتنمية وحزبي الاستقلال والحركة الشعبية، بعد كل ذلك وصلنا إلى مرحلة تفرض علينا كحزب أن نبلور هذه القوى الاقتراحية. شاركنا في هذه الحكومة على أساس اتفاق سياسي، تعلمون ذلك. شاركنا في هذه الحكومة بعد نقاش كبير داخل الحزب تميز بالتعبير عن الانخراط في هذه المشاركة، لكن كذلك بالتعبير عن آراء مخالفة، وربما أن البعض يستمر في قناعته على هذا المستوى، وهذا شيء نفهمه جيدا. شاركنا إذن بقرار للجنة المركزية للحزب نص على ضرورة أن يتم أو تتم هذه المشاركة في إطار اتفاق سياسي واضح بين وفي إطار ميثاق للأغلبية، وتعلمون أنه فعلا وقعنا على هذا الميثاق، وكان ذلك يمثل الخطوة الأولى اللي عملناها في هذا الإطار،
وميثاق الذي يحدد المبادئ العامة، القيم العامة، المرجعيات العامة اللي من الضروري أن هذه الحكومة تمتثل إليها وتعمل على خدمتها. بالطبع شاركنا كذلك في هذه الحكومة بناء على برنامج اقتصادي اجتماعي ثقافي، ساهمنا في صياغته قبل تأسيس هذه الحكومة، وهو اللي تعرض من قبل رئيس الحكومة أمام البرلمان من أجل الحصول على ثقة هذا البرلمان. برنامج اللي بالطبع في المرحلة الحالية يتميز بالإلحاح على البلورة السليمة العميقة لمضامين الدستور، وهذا ما نعمل أو نسعى إلى أن يتبلور على أرض الواقع. برنامج الذي ينص كذلك على ضرورة أن نغير في العمق من أسلوب الحكامة في بلادنا، وتعلمون أن هناك عدد من الشعارات التي رفعت بشكل قوي أثناء السنة الماضية وتستمر، وهي شعارات تطالب بمحاربة الفساد، بمحاربة الرشوة، وبإدخال عناصر الشفافية والوضوح في تسيير شؤون البلاد وفي الاقتصاد الوطني وفي كل القضايا التي تهم الشأن العام. لكننا شاركنا كذلك في هذه الحكومة على أساس برنامج اقتصادي واجتماعي واضح، وكل ذلك في إطار يتماشى مع القناعات الأساسية لحزب التقدم والاشتراكية. قناعات تتميز بأننا لسنا من أنصار الاقتصاد الليبرالي المفتوح الذي يترك للسوق أن يفعل ما يشاء في هذا الاقتصاد الوطني، ولذلك نعتبر أنه في غضون التطورات التي يعرفها العالم والأزمة الاقتصادية والمالية التي تتميز بها الساحة الأوروبية على وجه الخصوص، وبعض البلدان أساساً التي تعتبر بلدان لنا معها شراكات وعلاقات قوية على مستويات مختلفة، أذكر منها إسبانيا وإلى حد ما فرنسا التي تعيش كذلك صعوبات كبيرة، لكن كذلك بلدان أخرى مثل إيطاليا أو غيرها. ففي ظل هذه الأوضاع هناك تأثيرات وانعكاسات بينة واضحة على الاقتصاد الوطني، ناهيك على أنه الصراحة تقتضي أن نقول بأنه ما اكتشفناه عند وصولنا لهذه الحكومة، وصولنا نحن نستمر ولنا مسؤوليات في ذلك ولا ننكر هذه المسؤوليات، لأنه بالنسبة لنا في حزب التقدم الاشتراكي ساهمنا في الحكومات السابقة كذلك، لكن ما اكتشفناه هو أنه الأوضاع الاقتصادية متردية أكثر مما كنا ننتظر، وبالتالي أمام هذا الوضع علينا أن نرجع إلى مضامين هذا البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي صدقنا عليه، خاصة أن هناك انتظارات اجتماعية قوية يستمر التعبير عنها بأشكال مختلفة وفي مجالات متعددة، وهناك كما قلت عنصر آخر ثاني وهو قوة الأزمة الاقتصادية والمالية مما يؤثر سلبا على عجز الميزانية في بلادنا، مما يؤثر كذلك سلبا على توازنات أو على إكراهات صندوق المقاصة في بلادنا، مما يؤثر كذلك سلبا على العجز التجاري في بلادنا بشكل قوي، وربما أننا وصلنا إلى أرقام لم نصل إليها على هذا المستوى منذ الثمانينيات، وهذا أمر يحتم علينا أن نأخذ بعض الإجراءات الجريئة. هناك كذلك تأثيرات على مستوى المورد من الموارد الأساسية بالنسبة لبلادنا بفعل هذه الأزمة
الاقتصادية والمالية خاصة في أوروبا، وهي الانعكاسات على القطاع السياحي بشكل كبير، وهناك بالطبع انخفاض ملموس للاستثمارات المباشرة الخارجية بالنظر لنفس هذه الأسباب، أي الأزمة التي تحياها بعض البلدان وخاصة البلدان التي نتعامل معها بشكل مميز، كما أن هناك تأثيرات أخرى تجعل أن هناك انخفاض في الاحتياطي من العملة الصعبة بالنسبة لبلادنا، وهذا الأمر يؤدي اليوم إلى أننا نصل إلى ما يناهز احتياطي يمكن أن يغطي فقط 3 أشهر من الواردات بالنسبة لبلادنا، وتعلمون أنه في الأدبيات الاقتصادية، والسي عبد السلام سيؤكد ذلك من دون شك، عندما نصل إلى هذا المستوى عموما الخبراء يقولون بأن هناك ضرورة للوصول إلى برامج تقشفية وتوجهات تقشفية، كما أن هناك مشاكل مرتبطة بالسيولات البنكية وبعض المشاكل التي تحدث كذلك على مستوى تمويل الاقتصاد الوطني. بالإمكان أن أعطيكم بعض الأرقام، لكن أعتقد أن السي عبد السلام سيقوم بذلك. أريد فقط أنني نأكد لكم مثلا على أنه هناك اليوم عجز تجاري اللي كيوصل إلى 99 مليار درهم، هناك هذا العجز قد يصل يتجاوز اليوم 7% 7.1 في المئة. هناك اليوم تأثير بالرغم من انخفاض ديال الثمن ديال السعر ديال البترول، هناك تأثير اللي كيوصل اليوم إلى أن الفاكتورة ديال البترول وصلت بالنسبة لست شهور الأولى ديال السنة 49 مليار ديال الدراهم، وهذا الأمر يدل على أنه هناك تأثيرات اللي من دون شك أنها غتزيد تمس الاقتصاد الوطني. هناك كما قلت الموجودات الخارجية اللي اليوم كتراوح حول 130-136 مليار ديال الدراهم، إذن ما يناهز 3 شهور فقط ديال الليزامبورتاسيون. وبالطبع كما قلت هناك مشكل مرتبط بالكتلة النقدية، انطلاقا من ذلك بحيث أن اللجوء إلى بنك المغرب وصل إلى 60 مليار درهم خلال هذه السنة فقط، كلها مؤشرات إذن اللي كتدل على أن هذه الأوضاع الاقتصادية هي أوضاع صعبة. الحمد لله أنها أوضاع اللي يعني يمكن أننا نخفضوا منها بالنظر لبعض المؤشرات ديال المالية العمومية، فهكذا على مستوى الضرائب في الشهور الأولى ديال هذه السنة نلاحظ ارتفاع ديال الضريبة على الشركات ب 20%، وأعتقد أن هذا نتيجة لا بأس بها، كذلك ارتفاع ديال الضريبة على القيمة المضافة ب 9%، وارتفاع ديال الضريبة على الارتفاع ديال عفوا الضريبة على الدخل هي اللي ب 20%، وارتفاع ديال الضريبة على الشركات ب 6%. هذا الأمر هذا أدى كذلك من خلال الارتفاعات في الأسعار اللي لاحظناها خاصة ديال المحروقات إلى واحد انخفاض نسبي ديال المصاريف ديال المقاصة، بحيث أنه وصلنا عوض 55 مليار ديال الدراهم اللي كانت منتظرة إلى ما يناهز 48 مليار درهم، ونتمنى أن هذا المنحة يستمر بالنسبة لنهاية هذه السنة. أكتفي فقط بهذه الأرقام لأعود
وأقول بأنه الجواب على هذه الأزمة أنه يتعين أن نؤكد على أنها هناك مشاكل مالية، مشاكل اقتصادية بينا اليوم، يتعين أن تتحمل المسؤولية الحكومة الحالية مسؤوليتها كاملة في معالجتها.